صباح رمضان، صباح رمضان. متواصلين معكم مستمعينا في صباح رمضان حتى العاشرة. تحية لكل من يتابعنا وينضم أيضا لمتابعتنا في هذه الدقائق. راح نروح معكم مستمعينا في هذه الدقائق نتعرف عن تفاصيل أكثر عن برنامج ريادة التوجيه السنوي ضمن فعالية التواصل الثانية اللي راح يكون إن شاء الله الليلة بإذن الله. مزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج ينضم لنا هيثم بن خالد القرني، باحث تسويق وعضو في برنامج التوجيه في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. وأيضا يأتي هذا البرنامج من تنظيم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. أخوي هيثم صباح الخير، حياك الله معنا في صباح رمضان. صباح الخير أخي سلوى والمستمعين الكرام، أهلا بكم. يا هلا ومرحبا فيك، كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين، شكرا الله. الحمد لله، حياك الله أخوي هيثم. خلنا في البداية ناخذ فكرة عامة عن هذا البرنامج، برنامج ريادة التوجيه السنوي. شو هذا البرنامج؟ عطنا فكرة ونبدأ عامة عنه. بداية لكم شكرا حقيقة علي إتاحة الفرصة لنا للحديث حول برنامج التوجيه. طبعا برنامج التوجيه هو برنامج توجيهي سنوي تبنته ريادة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتمثل في علاقة ثنائية حقيقة بين الموجه ورائد العمل على أن تقوم بينهم ثقة متبادلة وتهدف إلى حث رواد الأعمال العمانيين ومؤسساتهم على النجاح والانطلاق. كذلك يشارك فيها الموجهون خبرتهم الشخصية ومعرفتهم المهنية لتحفيز وإلهام وتعزيز قدرات رواد الأعمال ومؤسساتهم ومساعدتهم طبعا على تحقيق الأهداف المنشودة لمؤسساتهم الصغيرة المتوسطة. جميل، شو هي الأهداف المنشودة والمرجوة من هذا البرنامج؟ طبعا أهداف برنامج توجيه تتمحور في أربعة أهداف رئيسية، فضلا عن أنه البرنامج طبعا سنوي وذو ديمومة. أول هدف هو اللي هو يساهم في رفع مستوى إمكانيات المؤسسات الصغيرة المتوسطة ويلهم رواد الأعمال ببيئة أعمال داعمة لهم، وكذلك يحفزهم لتحديد وتحقيق أهدافهم المرسومة طبعا في استراتيجية أعمالهم، وإضافة إلى توعيتهم لأهمية الدعم الغير مالي اللي يساهم طبعا مساهمة كبيرة في تحقيق نجاح مؤسساتهم. ومثل ما أسلفت أنه البرنامج مستدام، حيث أنه يقوم مستقبلا يعني خريجين برنامج التوجيه بتوجيه غيرهم من أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة. والبرنامج طبعا يلهم ويروج لثقافة التطوع في ريادة الأعمال بالسلطنة. نعم جميل، بالنسبة نعم. يعني للفئة المستهدفة من هذا البرنامج، برنامج التوجيه. طبعا احنا معنا ثلاث فئات مستهدفة، وأهم الفئتين اللي هم رواد الأعمال والموجهين، والفئة الثالثة هي المتخصص التجاري. إذا تحدثنا عن رواد الأعمال لازم يكون يعني وفق شروط محددة، على أنه يجب أن يكون رائد العمل مواطن عماني ومتفرغ لإدارة مشروعه، وأن يكون مستعد وقادر على الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البرنامج، وكذلك أن تكون مؤسسته قائمة من عمر سنة فما فوق. أما بالنسبة للموجهين يشترط أن يكون موجه ذو خبرة تجارية جدا كبيرة، ويكون كذلك هو ملتزم لفترة البرنامج لمدة السنة، طبعا البرنامج سنوي لمدة 12 شهر. أما للمتخصص التجاري طبعا في حال طلب رائد العمل الموجه لاستشارة تخصصية لتوجيه رواد الأعمال أكثر في أي مجال، سواء كان في التسويق أو المالية أو ما شابه من الجوانب التجارية الخاصة بالمؤسسة. طبعا لكل برنامج معايير أيضا معينة، أكيد أيضا لبرنامج التوجيه معايير معينة، شو هي هذه المعايير أخوي هيثم؟ معايير مبدئية طبعا للمشاركين على أنه يكون بينهم اجتماع على الأقل ثلاث مرات أو أكثر، مع إرسال تقرير شهري في بنتائج الاجتماع لفريق ريادة للمتابعة، وكذلك يجب أن يكون هناك تطور في أداء المؤسسة خلال فترة التوجيه. وكذلك موافقة الموجه لرائد العمل على تخرجه، لأنه أحيانا بعد يعني معظم رواد الأعمال يمكن يكون ملتزم بعدة أشياء جانبية أخرى عن التوجيه، ولكن لا يستحق أن يكون يعني أن يكون من معايير التخرج في البرنامج. وطبعا اليوم إن شاء الله راح نعرض للمشاركين رواد الأعمال والموجهين والمتخصصين التجاريين
معايير أخرى إضافة إلى معيار الموجه الشرفي من قبل معالي الدكتور سنيدي الموقر. نعم، يعني مدة هذا البرنامج كم تقريبا مدته؟ إن شاء الله راح تكون في، إذا تحدثنا عن الفعالية في اليوم إن شاء الله مساءً في حدود الساعتين، أما للبرنامج ككل. البرنامج ككل. نعم، البرنامج ككل هو 12 شهر سنة كاملة. دائما ما نبدأ في شهر نوفمبر وأكتوبر. نعم. من كل سنة في فتح باب التسجيل طبعا. وراح نبدأ البرنامج الفعلي بفعالية التواصل الأولى في شهر يناير. من نعم. كل سنة طبعاً مع حفل التخرج للدفعة السابقة. نعم، يعني ذكرت مسألة التسجيل، اللي يحب يسجل من رواد الأعمال كيف هي أيضاً آلية المشاركة والتسجيل في البرنامج، برنامج التوجيه؟ بعد طرح مسألة الإعلان عن برنامج التوجيه بإمكان رائد العمل أنه يدخل على بوابة ريادة الإلكترونية وبإمكانه يسجل مباشرة في أيقونة برنامج التوجيه. نعم، في شروط معينة يعني اللي ذكرت طبعا كنت الفئات، ولكن هل في شروط أخرى ممكن أنه تنضاف لرائد الأعمال لكي يكون أيضا متواجد في هذا البرنامج ويشارك في برنامج التوجيه؟ أهم شيء أنه يكون رائد العمل عماني ومؤسسته طبعا قد زاولت العمل لمدة سنة وأكثر، وإذا كان هناك طبعا صاحب العمل قرض حكومي أو أي قرض يعني مختص بمؤسسته يكون لي كنقطة إيجابية طبعا لدخول البرنامج. نعم، هذا بشكل عام. نعم، يعني هل برنامج التوجيه حقق بعض الأهداف اللي كانت مرسومة أو حقق كل الأهداف اللي كانت مرسومة، وهل أيضا تتطلع في البرنامج القادم لتحقيق أهداف أيضا أخرى أخوي هيثم؟ بإذن الله تعالى. طبعا أنه برنامج توجيه شهد في أعوام السابقة إقبال جدا ممتاز من قبل رواد الأعمال، بدأناها ب40 رائد عمل و10 موجهين في الدفعة الأولى. نعم، ومن ثم نرتفع طبعا العدد في العام التالي إلى 86 رائد عمل ما شاء الله و43 موجه و18 متخصص تجاري. هذا طبعا بعد الحلة الجديدة للبرنامج واتفاقية ريادة مع المؤسسة البريطانية برنسس تراست. نعم، وكذلك إن شاء الله يعني تزايد العدد المنتسبين في العام الثالث إلى يصل يعني إلى 90 رائد عمل و75 موجه و18 متخصص تجاري. نعم، جميل. متى في دفعتنا الرابعة، يعني كل شيء تعدل التوقعات، حصلنا على 401 مسجل في برنامج التوجيه، يعني عدد جدا كبير، وتم طبعا على حسب شروط البرنامج انه يتم قبول 90 رائد عمل منهم. نعم، جميل. نعم، بالنسبة للتسجيل متى بالتحديد راح يعني يفتح باب التسجيل، او انه بدأت وخلاص تستقبل المشاركات؟ طبعا راح نفتح ان شاء الله باب التسجيل كخطة مبدئية في شهر نوفمبر بإذن الله تعالى. بإذن الله. واحتمال انه يكون يتقدم الى شهر اكتوبر. يعني الخطة الحين يعني بعدها مش واضحة، لكن إن شاء الله بين أكتوبر إلى نوفمبر راح يفتح باب التسجيل للدفعة الخامسة بإذن الله. نعم، أكيد طبعا راح تعلنوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن برنامج التوجيه وآلية أيضا المشاركة وغيرها من التفاصيل بإذن الله. نعم، نعم بالضبط، راح يكون في مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مشاركة الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة بحسب يعني كذلك مواقعها الإلكترونية. نعم، احنا ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، بس كان يعني قبل الختام حبيت اعرف في برنامج التوجيه كيف راح تكون آلية العمل يعني للمشارك؟ هل راح يكون مثلا بشكل يومي؟ هل راح تكون في الكثير من الدورات المتخصصة؟ او ايش بالضبط راح يتضمن البرنامج خلال السنة كاملة لهذا البرنامج؟ طبعا اللي هو الخطة الزمنية لبرنامج التوجيه نبداها ب التسجيل لمدة شهرين، ومن ثم أن تبدأ عملية الفرز والتصفية لاختيار الأقدر من رواد الأعمال بالدخول للبرنامج والحصول على توجيه، ومن ثم نبدأها كذلك بفعالية التواصل الأولى. هنا يتعرف الموجه برائد العمل المختص فيه، وتكون طبعا متابعة شهرية في خلال 12 شهر القادمة من البرنامج، وكذلك تتخللها دورات تدريبية ويعني مشاركات يتم ترشيح رواد الأعمال المشاركين في برنامج التوجيه ليها.
من قبل فريق البرنامج، وخاصة طبعا الناس المتميزة والمهتمة أكثر والملتزمة أكثر بالبرنامج. راح تكون كذا الجلسات اللي هي التغذية الراجعة والفيدباك سيشن. ومن ثم التقرير طبعا متابعة نصف نهائي وتقرير نهائي، ومن ثم تأتي في النهاية مرحلة التخرج. الليلة خلال الساعتين، هل يعني بإمكان كل رائد عمل يتواجد معاكم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، أو أنه دعوات خاصة اقتصرت على بعض رواد الأعمال؟ طبعا الفعالية فعالية خاصة مختصة ببرنامج التوجيه ولمشاركيها فقط. إذا ممكن نتطرق إلى مجريات الفعالية إذا ممكن. بشكل سريع تفضل أخي هيثم. طبعا محتواها الأكبر هو التعريف بالمتخصصين التجاريين، يعتبر دعم آخر طبعا مثل ما سلفت مع الموجه لرفع مستوى الريادي. راح نبدأ الفعالية إن شاء الله بكلمة ترحيبية من أحد أعضاء اللجنة، ومن ثم سيقوم الفريق بعمل نشاط تفاعلي هدف التحفيز وخلق علاقة أكثر ثقة ومرونة يعني بين جميع الأطراف. وبعدها سيقوم المتخصصين التجاريين بالتعريف عن أنفسهم أكثر وعن مجال تخصصهم. وأخيرا راح نكشف عن المعايير الجديدة الخاصة بالتخرج والإجادة، وطبعا هذا مثل ما سلفت كذلك انه يكون محل تنافس بين رواد الاعمال للحصول على الموجه الشرفي اللي هو معالي الدكتور سنجد موقر. هذا بالشكل العام فعاليتنا، وطبعا انتم نوجه الدعوه لكم يعني ولو انها متاخره. جزاك الله خير اخوي هيثم، جزاك الله خير، نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والتوفيق ايضا لكل المشاركين في هذا البرنامج باذن الله، وشكرا على تواجدك معنا وهذه التفاصيل عن هذا البرنامج، برنامج التوجيه ضمن فعالية التواصل الثانية اللي راح يكون أيضا يكون الليلة في فعالية مصاحبة لهذا البرنامج. شكرا على وجودك معنا هيثم بن خالد القرني، باحث تسويق وعضو في برنامج التوجيه في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا على وجودك معنا. وكل عام بخير ان شاء الله. وانت بخير وصحه وسلامه، شكرا جزيلا. تحياتنا لكل ايضا الشباب الموجودين في رياده، نتمنى لهم دائما التوفيق دائما. واحنا نشكر ايضا مستمعينا كل من يشاركنا ايضا عبر صباح رمضان، نتواصل معاكم وصباح رمضان.